النهارده هنتكلم عن الصحه النفسيه للاطفال. انا عايزه اخرج من السيشنز دي بثلاث معلومات مهمه. ايه هي الاضطرابات السلوكيه؟ ايه هي الاضطرابات النفسيه؟ والفرق بينهم. واخر حاجه، ولادنا بيتعلموا مننا ازاي؟ علشان ده هيفرق في حاجات كتير ومشاكل كتير الامهات بتعرض ليها مع اولادها. اول حاجه، لو احنا اتكلمنا يعني ايه الاضطرابات النفسيه، ده مرض عضوي نتيجه لخلل بيولوجي في الخلايا العصبيه. يعني في الاخر اي مرض نفسي هو مرض عضوي، زيه زي السكر، زي الضغط، زي كل الامراض المزمنه اللي معروفه. تمام. المخ مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن كل حاجه في الجسم، مسؤول عن الحركه، مسؤول عن الاحساس، مسؤول عن التفكير، مسؤول عن المشاعر. فبالتالي لما بيحصل اي مشكله بيولوجيه في الخلايا العصبيه بيبدا الاعراض تظهر على شكل الحاجات اللي احنا بنقدر نفهمها او نشوفها، اللي هي الامراض العصبيه، زي ان انا عندي مشكله في الحركه، في مشكله في الاحساس، في مشكله في التوافق العضلي. كل الحاجات دي ملموسه ومحسوسه. المشكله لما تبقى ان مشكله الخلل دي نتيجه يا اما في المشاعر او القدره الانفعاليه عند الانسان او الافكار، فبنبدا شويه نلخبط بين المفهومين، ان انا عندي هو ده عنده مشكله سلوكيه ولا ده مرض. تمام. المشكله السلوكيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي سلوك، اي سلوك، زي السلوك اللي كان بنتكلم في السيشنز اللي قبليه، الغضب. تمام. الغضب مهم، والغضب في اوقات معينه هو طبيعي ومقبول. امتى بيبقى مش في مشكله؟ لما بيبقى متكرر، بيحصل على طول على طول على طول، وبيبقى بدرجه اكبر من الدرجه الطبيعيه اللي احنا ممكن اللي ممكن نتعامل بيها. فالطفل او الانسان لما بيغضب، لو انا في خناقه وما بحسش باحساس الغضب، انا هتضرب. تمام. بس لو انا اي حد كلمني وشطه بايدي، يبقى انا عندي مشكله. تمام. وهكذا كل المشاكل السلوكيه اللي الاهالي بتيجي عندنا في العياده تشتكي منها. امتى المشاكل دي تتحول لمرض؟ لما تبقى اي مرض نفسي هو عباره عن مجموعه من الاعراض اللي لازم تبقى موجوده مع بعض، والفتره زمنيه معينه بتختلف من مرض لمرض. انا بسرعه كده هنعدي على كل الامراض النفسيه المشهوره في الاطفال، علشان كل ام تبقى تاخد بالها. لو ابني بيعاني من الاعراض دي بقاله ست شهور على الاقل متواصل، والاعراض دي مأثره على وظايفه الحياتيه، اللي هي الوظيفه الاجتماعيه والوظيفه الاكاديميه في المدرسه، يبقى انا عندي مشكله، يبقى انا لازم اروح لحد مختص علشان اشوف انا ممكن اعمل ايه. طيب، احنا لو قسمنا الامراض النفسيه هنقسمها لحاجه اسمها امراض نمائيه. يعني ايه؟ يعني امراض بيتولد بيها الطفل، سواء ظهرت عليه اول ما اتولد او ظهرت عليه بعد كده، بس هي امراض بيتولد بيها الطفل نتيجه مشكله معينه حصلت اثناء الحمل، في اثناء الولاده او بعد الولاده. في مشكله معينه حصلت غيرت في الديفلوبمنت بتاع الخلايا العصبيه، فعملت المشكله او عملت المرض دي. زي ايه؟ اول حاجه التاخر العقلي. التاخر العقلي يعني طفل النمو بتاعه متاخر عن بقيه الاقران بتوعه، يعني بيمشي متاخر، بيتكلم بس بيتكلم متاخر، بيفهم بس محتاج وقت اطول في الفهم عن زمايله او اخواته. بيتحدد بايه؟ بيتحدد اسمها حاجه اسمها اختبار الذكاء. اختبار الذكاء معمول درجات، وكل درجه بتقول هو ده تاخر بسيط ولا متوسط ولا شديد. هو ده مهم؟ اه مهم، لان في جزء من الولاد اللي عندهم مشكله في التطور او النمو بتاع المخ بيجيبوا حاجه في الاي كيو اسمها البوردر لاين او الذكاء البيني. يعني ايه؟ يعني لا هم عندهم تاخر عقلي ولا هم ذكائهم الطبيعي زي الولاد التانيين، اقل، بس اقل حاجه بسيطه جدا. الولاد دول بيدخلوا المدارس عادي، لانه غالبا ما بيبقاش عندهم تاخر في بقيه الدومين، زي يعني بيمشي في وقته، لو اتاخر في الكلام بيتاخر حاجه بسيطه، بيفهم الحاجات العاديه اللي موجوده في البيت، فما ما بيظهرش على للام او للاب ان الولد فيه مشكله. لما بيبدا يدخل المدرسه تبدا شويه بشويه كل سنه المشكله تزيد، لان قدرته على فهم
المواد الأكاديمية أقل من الولاد اللي حواليه. الولاد دول لو سبناهم هيعدوا، بس المشكلة في في الاضطرابات التانية اللي ممكن تحصل لهم. الولاد دول أكتر ولاد معرضين إن هم يتعمل لهم أبيوز من الولاد التانية، لأن فهمهم أقل، والاستغلال إن الولاد التانية يستغلوهم. يعني دايما الولاد بيبقوا عارفين الولاد اللي عندهم مشكلة شوية يقولوا لهم إيه، روح أعمل كذا، روح هات لنا كذا، فيبقوا هم دايما اللي متصدرين المشهد بتاع أي مشكلة. خلاص ده الإيه، لأن الولاد اللي قدهم بيدركوا إن فهمهم أقل منهم ومن زمايلهم اللي حواليه. حاجة تانية، الولاد دي ممكن تخش في اكتئاب، لأن هم بيبقوا لا هم مش فاهمين قوي ولا هم طبيعيين زي الولاد اللي عندهم. طيب أنا أعرف إزاي؟ لو أنا عندي ابني كان جاله أي تأخر حتى لو بسيط شهر أو شهرين خلال نموه، خلاص في كل مراحل النمو الحركية والكلامية والاجتماعية وحتى تطور المشاعر، كان متأخر حتى لو تأخر بسيط ودخلنا المدرسة، بس أنا محتاجة عشان أفهمه الحاجة، مش عشان يحفظها، عشان يفهمها، عشان في فرق في الحفظ من الفهم، عشان يفهمها بياخد وقت طويل، أنا لازم أشرح له الحاجة 10 مرات علشان يفهمها. نفس الحاجة دي لو شرحتها لأخوه ولا ابن عمه اللي قده في السن هيفهمها من أول أو من تاني مرة، تمام؟ فأنا محتاجة ساعتها لا أروح لحد مختص أشوف الدنيا فيها إيه علشان أطمن. طيب الحاجة اللي بعد كده طيف التوحد. واحنا ليه بنقول عليه طفل التوحد؟ لانه هو درجات كتيره جدا. مفيش طفل عنده اوتيزم زي الطفل اللي جنبه. انا ممكن اجيب 10 اطفال وكل طفل مختلف تماما عن الطفل الايه الطفل الثاني. في حاجات اساسيه بنشخص عليها، بس درجه كل مشكله من المشاكل هي اللي بتخلي صوره الطفل او الصوره بتاعه المرض مختلفه. اي ولد عنده مشكله في التوحد عنده مشكله في حاجتين، اول حاجه النمو الاجتماعي، اوكي، وبعدين حاجه احنا بنسميها التكرار الحركي. يعني ايه النمو الاجتماعي؟ احنا قلنا ان النمو في حاجه اسمها نمو حركي، وفي نمو لغوي، وفي نمو على مستوى المشاعر او الانفعالي، وفي النمو الاجتماعي. النمو الاجتماعي بيبدا الطفل المفروض من وهو عنده 1.5 سنة انه يبدا لما يشوف اولاد زيه يروح ناحيتهم، لما يبقى عنده 2-2.5 سنة يلعب جنب الولاد، ما يشاركهمش اللعب بس يلعب جنبهم. عند 3 سنين اي طفل طبيعي النمو الطبيعي هتلاقيه بيلعب مع الولاد لعب فيها مشتركين فيها، زي مثلا نلعب استغمايه، مش نجري ورا بعض. انا فاهم ان انا بلعب ده البوليس ودول الحراميه، خلاص، او نلعب كوره، نلعب لعب جماعيه ونلعب حاجات فيها مشاركه للادوات اللي احنا بنستخدمها. طفل الاوتيزم ما عندوش اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي. من اول الايه الاي تو اي كونتاكت دي اكتر حاجه كل الناس عارفينها، اللي هو ان هو ما بيبصليش وهو بيتكلم، لما بكلمه ما بيودش عليا اصلا، تمام. تاني حاجه انا قلت عليها اللي هي التكرار الحركي او التكرار النمطي، ان كل حاجه عنده بنمط، عنده روتين معين ماشي عليه، لو غيرنا الروتين دوت الدنيا تتقلب. انا متعود ان انا لما اصحى من النوم اشرب كوبايه لبن، لو ما عنديش لبن النهارده وما شربتوش كوبايه لبن هيفضل يعيط 2-3 ساعات عشان كوبايه اللبن اللي ما شربهاش، تمام. لو انا متعود ان انا بروح كل يوم بركب العربيه الفلانيه وبعد كده العربيه عطلانه فانا ركبت تاكسي او ركبت مواصلات، انا هفضح ماما في المواصلات علشان مش هو ده اللي انا متعود عليه. فعندهم روتين لازم يمشوا عليه. حاجه ثانيه ان عندهم حركات لا اراديه متكرره، ان هو مثلا ايه يقعد يرفف بجناحاته، ان هو يقعد يحرك راسه رايح جاي، ان هو يلف حوالين اي حاجه بتلف او يمسك الحاجات اللي بتلف، زي مثلا العجله بتاعه العربيه، هو ما بيلعبش بالعربيه، هو بيقعد يلف العجله او يقعد يبص المروحه او يلف مع المروحه. خلاص دي من الحاجات المشهوره قوي في الولاد اللي عندهم اوتيزم. فلما احس ان اي حد يعني اي حد يحس ان في اي اعراض من دي لازم برضو يستشير مختص، لان التدخل المبكر للولاد اللي عندهم اوتيزم مهم جدا، علشان بيفرق معاهم. في ولاد كتير من اللي بيتم التدخل المبكر معاهم بيكملوا حياتهم عادي، بيدخلوا مدارس وبيكملوا طول ما الاي كيو بتاعهم طبيعي ما فيهوش مشكله. طيب ايه ثالث مرض نمائي لازم نتكلم عنه؟ مرض فوط الحركه ونقص الانتباه، اللي هو اختصار ADHD. خلاص ناس كتير جدا بتسمع يقول لك ايه الطفل ده مهايبر، الطفل ده بيتحرك كتير، يبقى الطفل دوت عنده مشكله. مش كل الولاد اللي بتتحرك كتير هي ولاد عندها ADHD، ودي معلومه مهمه. بين كل 10 ولاد في من ولد لاثنين عندهم ADHD، تمام. طيب
ال ADHD تاني او فرط الحركه ونقص الانتباه، انا عندي مشكله في حاجتين، ان انا الحركه شديده جدا من ساعه ما اصحى من النوم لغايه لما انام، انا ما بقفش، حتى لو قعدت انا على طول بفرك، تمام. والحاجه الثانيه ان انا عندي مشكله في الانتباه. خلينا نشوف الحركه الاول، زي ما بقول بيتحرك كتير جدا من ساعه ما بيصحى من النوم لغايه لما بينام، لو قعدته بالعافيه بيفرك طول ما هو قاعد، بناكل واحنا واقفين، بنتفرج على التلفزيون واحنا عمالين بنلف شويه، بيتفرج يتشقلب مش عارفه يعمل ايه، يمسك حاجه قدامه ويقعد يمص مثلا في الياقه بتاعه هدومه، المهم ان في اي حاجه في جسمه بتتحرك، بيتكلم كتير خلاص، بيقاطع الناس اللي حواليه، ملول جدا، فبالتالي كل شويه عايز يعمل اكتيفيتي مختلفه، فينط من هنا لهنا لهنا لهنا، فما بيعرفش يثبت. الولاد دي بنكتشفهم امتى؟ بنكتشفهم لما يبداوا يخشوا المدرسه، لان المدرسه وخصوصا مش المدرسه حتى في كي جي، الا في الحالات اللي هي الشديده، الحالات البسيطه والمتوسطه بنبدا نكتشفها في ابتدائي، في اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي، الطفل المفروض يقعد 45 دقيقه قاعد بيسمع مدرسه عماله تتكلم، هو ما عندوش القدره ان هو يعمل كده، هو خمس دقائق وبيفصل، بيشفت في حاجه ثانيه خالص، فبيسرح، فيعمل اللي يعمله بقى، يقعد يتنطط في الفصل. فتلاقي دايما المدرسه تقول لك ايه، لا 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 الولد دوت عنده مشكله وما بينتبهش زيه زي بقيه زمايله، الولد ما بينقلش الواجب، الولد بينسى حاجته في المدرسه، الولد اساله سؤال يرد على حاجه تانية خالص، الولد لما بيجي يمتحن مثلا الامتحان الاقي اسئله مش متجاوب عليها يقول لك اصل انا ما شفتهاش، اصل انا ما سمعتكيش، انادي عليه اكلمه هو في وادي وانا في وادي، تمام. والولاد دي فعلا بتبقى كده، ما بتبقاش بتمثل ولا بتبقى هي شقيه، هي عندها مشكله في التحكم في الحركه، المخ اللي مسؤول ان هو ده المايسترو بتاع الجسم ما بيعرفش يتحكم في حركه الجسم في الوقت المناسب بما يتناسب مع الموقف. يعني انا دلوقتي قاعد بسمع محاضره المفروض اقعد، انا دلوقتي في ملعب بلعب كوره المفروض اجري، اللي بينظم ده حاجه اسمها الفص الامامي في المخ، ده مش شغال او شغال بنسبه، كل ما زادت نسبة عدم اشتغاله يعني او ان هو مش شغال اكتر، كل ما كانت الاعراض عندي شديدة اكتر، كل ما ظهرت في سن اصغر، تمام. طيب الولاد دي بتشتت انتباهها بسرعة، يعني انا ممكن ابقى قاعد بكلم الولد دلوقتي يسمع صوت يبص للصوت ينسى انا كنت بقول ايه خالص، ولا كأني كنت بكلمه اصلا او بشرح له حاجة. ما عندهمش مشكلة في الفهم، ودي مهمة جدا، يعني هو بيفهمك، هو لو ركز معاك هيفهمك. تيجي تقولي الام ده بيقعد على التاب بساعتين ثلاثة ما يقومش ولا يتحرك من مكانه وعامل سكور عليه أو على التلفزيون أو مش عارفة إيه. طيب ده ليه سببين أو ليه تفسيرين. التفسير الأول إن الألعاب الإلكترونية والحاجات اللي بيشوفها على التلفزيون حاجات فيزيك، يعني إيه؟ يعني إن هي كل شوية بيتغير الصوت والصورة والحركة زي الذاكرة بتاعته بالظبط، هو عنده مشكلة في الذاكرة طويلة الأمد، فهو الذاكره بتاعته القصيره شغاله حلو جدا، فبالتالي اي حاجه عمال بيشفت في ستيمولس او محفزات مختلفه هو عارف يكوب مع ده، هو دوت اللي شبهه، هو ده اللي زي دماغه، فبالتالي هو يجيب سكور عالي جدا في لعب صعبه. بس تعالي بقى جيبي مثلا نقعد في المدرسه مفيش خالص خلاص، لان ده بالنسبه له حاجه ممله، دي واحده بتتكلم بنفس التون واقفة قدامي في نفس المكان يمكن تتحرك خطوتين ثلاثة وبتقول نفس المعلومة بتقعد تكرر 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 فيها. فخلاص أنا عرفت المعلومة مرة أول مرة ثاني مرة خلاص بقى، يعني أشوف حياتي بقى. فأبص على الشباك فسرح في الشباك، أفتكر مش عارفة إيه شفته إمبارح، أقعد أشد مثلا في شعر زميلي اللي قدامي، أضرب مش عارفة إيه في الكرسي، أقعد أشخبط على الديسك، المهم أعمل أي حاجة فيها حركة وأتحرك أو أقوم من مكاني خالص. فطبعا الولاد دول اكتر ولاد بيتم معاقبتهم في الفصل، واي مصيبه بتحصل ادم مثلا، ادم هو اللي عمل ده خلاص، ادم هو السبب، ويبدا الولاد التانيين يستغلوا ده، هم يعملوا مصايب، لا ده ادم اللي عمل، ده ادم اللي بدا، ده هو اللي قال خلاص. فدي من الامراض المهمه جدا، علشان تشخيصها سهل، علشان ليها علاج تمام، وعلاجها افكتيف جدا للولاد، علشان عدم علاجها بيأثر على الولاد، بيأثر أكاديميا وبيأثر اجتماعيا وبيأثر على حياة الأم. في أمهات تيجي تقول لك أنا ما بخرجش من البيت، أنا ما ينفعش أروح بيه في حتة، ده بيفضحني، تمام؟ أوكي. طيب بعد الأمراض النمائية عندنا حاجة اسمها الأمراض الإنفعالية. الأمراض الإنفعالية مجموعتين كبار، مجموعة القلق ومجموعة الاكتئاب. هو ممكن طفل صغير يجيله قلق أو طفل صغير يجيله اكتئاب؟
الاكتئاب لقوه في الاطفال من سن شهور، يعني ممكن طفل يبقى عنده 9-8 شهور ويتشخص ان هو عنده اكتئاب، تمام؟ فالاكتئاب في الاطفال الصغيرين اللي تحت 5 سنين دي مهمه جدا، بيظهر في شكل ايه؟ انه حركته تزيد عن اللزوم، يعني هو ما كانش حركي بس بقى حركي بزياده، او كان حركي بس الحركه بقت زياده قوي، بقى عنيف، بقى عنيد، بقى بيضرب وهو ما كانش بيضرب، خلاص؟ بتظهر اكتر عنده بمشاكل سلوكيه. فعشان كده ده مهم قوي ان انا لما يبقى عندي مشكله سلوكيه لازم اروح لحد مختص عشان اتاكد هي دي مشكله بس ولا دي وراها حاجه ثانيه، خلاص؟ لان الولاد اللي الصغيرين اللي تحت 6 سنين ما يعرفش يجي يقول لك انا مكتئب او انا حزين، الا لو ده لو انت بتعلميه من وهو صغير ازاي يقول مشاعره. بس لو هو مش متعلم ده اسهل حاجه عليه ان هو يبدا يضايق الناس اللي حواليه، هو حاسس انه متضايق فبيضايق الناس اللي حواليه، هو حاسس ان هو زعلان فبيبدا يزعل الناس اللي حواليه، او ان هو ينتقم من الناس اللي مزعلاه، ماما دايما بتشتمني، ماما دايما بتعاقبني، انا دايما اللي عندي مشكله، فابدا من هنا ان انا طيب انا هضايقها زي ما هي بتضايقني، خلاص؟ اخويا واخد اهتمام اكتر من الاهتمام اللي انا باخده، وانا حاسس دايما ان انا قليل علشان انا عندي مشكله معينه، فبالتالي انا هبدا اوجه المشكله دي او الحزن اللي جوايا ضد اخويا، او ممكن اوجهه ضد ماما، تمام؟ طيب القلق انواعه كتير. في القلق العام ان انا خايف من اي حاجه، وفكره ان انا استهين بالخوف عند الولاد دي حاجه غلط، ان هو ايه مفيش حاجه اسمها خايف، انت راجل، انت كبرتي، يعني ايه تخافي؟ انا لازم احترم اي مشاعر الطفل بيعبر عنها، ده اول حاجه في علاج اي مشكله، ان انا لازم اقول له انا عارفه انت حاسس بايه، وانا مقدره الاحساس اللي انت حاسس بيه ده، بس هل الاحساس ده زياده عن اللزوم؟ يعني انت خايف زياده عن اللزوم؟ طب تعالى نشوف احنا ممكن نعمل ايه علشان نقلل الخوف ده. ولازم يبقى انا عندي كأم حلول ان انا اساعد بيها الطفل، غير ان انا اقول له ما تخافش ومش عارفه ايه. اي حد مننا على فكره معرض ان هو يحصل له موقف ويكون خايف وقلقان فيه، اي حد رايح انترفيو شغل مثلا، او عنده المدير جاي متعصب وعمال بينادي على فلان وفلان، فالناس بتحس بقلق واحنا كبار، فبالتالي ده مش ممنوع ان الاطفال يحسوا بده. بس انا لو انا عندي قلق مستمر، القلق بيأثر على التركيز، فيبدا ممكن اول شكوى الام تشتكي منها الولد كان اكاديمي كويس قوي في المدرسه، بس بقى درجاته بقت بتنزل، ما بقاش بيركز زي الاول، خلاص ما بقاش بيركز عشان مخه مليان بافكار مخوفاه وقلقاه. قد تكون الافكار دي حاجات حقيقيه كالموت مثلا، في وقت كده الاطفال بيبدا يفكروا في الموت بطريقه كبيره جدا، خصوصا لو حد مات قريب منهم، تمام؟ او افكار انه ممكن اي حاجه تحصل لاي حد، ممكن ماما يحصل لها حاجه، ممكن بابا مش عارف يحصل له ايه، وده بيبقى اكتر في الاهالي اللي دايما بتتكلم على الحاجات اللي قلقاهم قدام ولادهم، خلاص؟ او الاهل القلوقه، فطبيعي لو انا ماما على طول اصلا قلقانه وعلى طول نيرفس ان ابني يطلع كده، تمام؟ فلما الاقي ان انا عندي خوف زياده عن اللزوم انا لازم احترم ده، ولازم ادور على حد علشان انا في ليفل معين انا ممكن اساعد طفلي، بس بعد كده لو الخوف اتحول لحاجه مرضيه انا محتاجه حد متخصص ان هو يساعدني ويفهمني بالظبط انا عامل ايه، تمام؟ تاني، الامراض النفسيه زي اي مرض في الدنيا، اي مرض لو حد عنده سكر بنجري بيه على الدكتور علشان نعالجه، وبنبقى احرص الناس على ان هو بياخد الدواء في مواعيده، الاكل بتاعه متنظم، بيروح يعمل رياضه، وكل الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا عارفينها، مثلا الناس عند السكر والضغط اللي هي اشهر حاجه كل الناس عارفاها. اي مرض نفسي هو برضو زي الامراض دي مرض ليه علاج، فاحنا لازم ندور على العلاج ده. العلاج ده قد يكون علاج دوائي وما بنلجألوش في الاطفال الا في قليل قوي قوي، خلاص؟ والاساس الجلسات النفسيه او العلاج النفسي، خلاص؟ وطبعا الارشاد الاسري، لان كتير قوي من المشاكل اللي بيجي الولاد اقول لها ابنك زي الفل، المشكله في طريقه تعاملك معاه، تعالي علمك تعملي معاه ايه، والدنيا بتتحسن جدا والولد بيتحسن.